نحب نقول أنا اليوم باش نتحمل المسؤولية التاريخية والمسؤولية القانونية وباش نسمي الأسماء بمسمياتها وما عادش باش وانا نشوف اليوم الوضع اللي نعيشو البلاد ما لازمناش واجب التحفظ ولازم رمي واجب التحفظ عرض الحائط. غالي فرحنا الشعب التونسي وفرحت حتى النقابات تسمية زوز وزراء حياديين اللي هما وزير العدل اللي اليوم محايدين اللي اليوم أنا نسميه وسميته على صفحتي في على شبكة التواصل الاجتماعي الوزير النائب لأنه غايب لأنه سيد نذير بن عمو هذايا نعرف كان لسه مبركة عمري ما ريت حتى قرار جريء منه ولا ما ريتوش جملة مش ما ريتش قرار ما ريناه الجملة. اليوم في صلب وزارة الداخلية هناك الأمن الموازي، هناك الأمن الذي كان يخدم بن علي وليل حجامة أصبح يخدم في مصالح الحزب الحاكم الجديد، واليوم اتهم الحزب الحاكم الجديد والترويكا الحاكم. أنا اليوم نحب نسأل السيد لطفي بن جد الوزير المحايد جدا اثر احداث الشعامبه هاللي والناس الكل كانت مواكبه لاحداث الشعامبه. خرج السيد علي العريف في اخر ايام اللي هو وزير الداخليه وصرح انه وقع بعض خليط ازمه باش تتبع احداث الشعامبه منها اطارات امنيه مشهود بالكفاءه في العمل الاستخبارات في وزاره الداخليه وضباط من اداره الامن العسكري. في لجنة مشتركة وقع بعض هذه الخلية اللي فرحنا لها الحق وبدات توصل واللي يحبوا يوصلوا الناس الكل معناها الشعب التونسي والناس الكل تحب توصل للحقيقة. العباد هذه كي بدات باش توصل للحقيقة وزاد بعث من بعد جاء السيد لطفي بن جدو زاد بعث خلية أزمة أخرى تعنى وترصد لرصد من وراء بعض شبابنا التونسي والرمي به بدعوى الجهاد في سوريا وبدأت تخدم الخلايا هذه في حيادية وكنا وعندي صراحة عندي مصادر في وسط الخلايا هذه اللي كانوا يخدموا يجيبوا في المعلومات ما خدمتش حتى 4 شهور وقت اللي وصلوا للحقيقة وقع حل لأن كانت فيها إطارات من إدارة الأمن العسكري وقع حلها لأن القيادات الفاسدة في صلب وزارة الداخلية ما تحبش إدارة الأمن العسكري توصل لها المعلومات وتوصل لها شكون اللي حرك في أحداث الشعامبي. أحداث الشعامبي وقع رصد من طرف ضباط المخابرات من قبل حتى بدايتها. أحداث الشعامبي اللي متسبب في تهجير وفي دمغجة شبابنا التونسي وفي رميه بدعوى انه يجاهد في سوريا وقع رصد. لكن لا حياة لمن تنادي واول ما نحمل المسؤولية انا نحب نحمل المسؤولية للي اليوم يحبوا يلعبوا البطولة. لأعضاء المجلس التأسيسي المنسحبين واللي اليوم معتصمين في برد وقت اللي هما يناقشوا من اجل الدستور في مطه وفي وقت اللي العباد قاعده تخترق في مؤسستنا الامنيه ونحن قاعدين نصرحوا في وسائل الاعلام واليوم ظهر لي حتى الصحفيين والاعلام شاهد على التاريخ وشاهد على العصر وقت اللي هما وصلتهم المعلومات هذه ووصلنا لهم المعلومات هذه كنواب شعب لكن لم يحركوا ساكنه في مواضيع كثيره كما هكا واليوم معناها كي وصلنا بدينا نخلصوا في الفاتوره والقاعده الامنيه ما زالت تمارس عليها نفس سياسه الاستعباد واللي يحل فمه انه قل التعسفيه وقطع الارزاق جراء هذه القياده الفاسده اللي باش نذكرهم بالاسم اليوم ونتحدث
يتحمل مسؤوليتي، اللي حجوا إلى مون بليزير وتحصلوا على سبك الغفران من الشيخ راشد الغنوشي الذي طالبني بالكف عن كشف الفساد والمفسدين والقيام بحفلات ورحلات. هذا شو تحبنا اليوم النهضة؟ الحزب اللي وصل للحكم بعد ما سب التجمع المنحل، وبعد ما سب تصرفات التجمع المنحل، شيخ راشد الغنوشي دعانا ان نكتب تقارير الى حزب حركة النهضة. انا نحب نزيد نسال سي لطفي بن جد ويجاوبنا، سي طارق بو بحر ماذا يفعل في ديوانك سيد الوزير وانت اعلنت حياتك؟ سي طارق بو بحر، الطاهر بو بحري مستشار وزير الداخلية، كان في سلك الحرس الوطني، تورط في انتماء إلى حركة النهضة في عهد بن علي، ورجع ومشى لفرنسا ورجع بعد الثورة، وهو حاليا يشغل خطة مستشار وزير الداخلية. وهو وزير، انا نتهمه هو اليوم الوزير الفعلي. فتحي البلدي ديوان الوزير مستشار، عبد الكريم العبيد اليد اليمنى لمحرز الزواج اللي كان في المطار، محرز الزواري ولا يخفى القمر عن هذا الشخص اللي اليوم في حكومة انتقالية، وكان جاء سيد لطفي بن جد وزير محايد، وظهر لي محرز الزواري تجبد في قضية اغتيال شكري بالعيد، وفما شكون حتى اللي وصل للتهم اليوم كما ستار بالحسين. أنا أدعو يا يحطوا ستار بالحسين في الحبس، يا اليوم بعدونا على الشك في، ونحب وزارتنا محايدة. بعد محرز الزويري يا اخويا، محرز الزويري بطل من ابطال تونس، لكن بعده ما دام الانسان هذا وصل معناه التهموم، لكن محرز الزويري اليوم اؤكد انه قاعد يغطي حتى في المعلومه على وزير الداخليه. انا ادعو الى الاستقاله سيد وزير الداخليه لطفي بن جد، وهذا زاد بالحق حتى نقابة المكتب التنفيذي لنقابة الأمن الجمهوري ما في بالهمش، اللي أنا سأدعو في كونفيرونس دو بريس السيد لطفي بن جدو إلى الاستقالة، لأنه لم يقنعني يوما بتاتا، وفما صحفيين ظالي سريت لهم من النهار الأول اللي تسلم فيه هو وزارة الداخلية. الكذبة الكبرى واللي نحب نحاكم فيها فرحات الراشحي وحقوقيين ويدعيوا برواحهم حقوقيين وهما هاجموا الجهاز هذا، اليوم الكذبه الكبرى انه حل الجهاز البوليس السياسي، البوليس السياسي عمره ما تحل، والبوليس السياسي اليوم اللي يرقصوا محرز الزوار، اللي تحلت اداره امن الدوله اللي كانت حتى في عهد الدكتاتوريه كانت محايده، صحيح عندها اخطاء وصحيح عندها سلبياتها وتجاوزاتها، لكن بالحق والله العظيم من احسن الاجهزه الفعاله اللي كانت اليوم تنقذ الشعب التونسي من ممارسات قاعده تصير كما هكا. بين القائمه باش نذكر القائمه اللي نحب سيد الوزير يتحرى فيها ومستعد حتى لفتح تحقيق معايا. كنا طارق بو بحري، فتحي البلدي، عبد الكريم العبيدي، شويه طارق بو بحري مستشار وزير الداخليه، فتحي البلدي غير أمني، عبد الكريم العبيدي، أسامة أبو ثرج اللي قالوا لي هو أبعد على ديوان السيد وزير الداخلية، لكن إلى البارح أسامة أبو ثرج يتجول بديوان السيد وزير الداخلية ومعنى بتعيين الولايات والمعتمدين. سمعنا أسامة أبو ثرج تم إبعاده من وزارة الداخلية بضغط، حاليا هو مستشار للرئيس الحكومه.
رئيس الحكومه لكن هو رئيس الحكومه هو اما مقر التواجد بتاعه دائما متواجد في وزاره الداخليه دائما متواجد في وزاره الداخليه وهو اللي عاين في الولايات والمعتمدين وسام ابو زنفل التهبيت ونقابه الحرس بيدخل سلاح محرز الزواج وهو الراس المدبر لهذه التعيينات الكل وهو اللي هز العباد باش حجوا الى مونبليزي مدير عام مصالح مختصه مدير العام المصالح المختص وهو اللي يوقف في المعلومه ويوقف في التقارير من رؤساء فرق الارشاد بكامل تراب الجمهوريه واليوم رؤساء فرق الارشاد بكامل تراب الجمهوريه يتصلوا بنا بالمصالح المختصه انهم كتبوا من قبل حتى عمليه اغتيال شكري بالعيد من قبل حتى عمليه بدايه تحرك العناصر الارهابيه في تونس كاتبين تقارير وكاتبين تقارير على دخول السلاح الى التراب التونسي وكاتبين تقارير في تحرك الجماعات الارهابيه هذه وعلى الاغتيالات وعلى ورصد تحركاتهم ولكن لا حياه لمن تنادي التقارير هذه تقف عند سي محرز الزبير رياض بن طيف مدير عام التكوين هذايا ابن اخت ابو عياض زعيم انصار الشريعه ماخذ تكوين كون فيهم عز المختار العقيد عمر العربوط العصا الذين يضربون بها المتظاهرين رئيس إدارة فرعية للأمن العمومي تم الترقية رئيس إدارة فرعية للأمن العمومي حسن الزاهر عقيد مدير إدارة حفظ النظام المركزي بالإدارة العامة لوحدة التدخل حمزة بن عويش شكون؟ حسن الزاهي عقيد مدير إدارة حفظ النظام المركزي بالإدارة العامة لوحدة التدخل بسبب المشاكل اللي صارت في باردو ولولا تدخل نقابة البوب وحدات التدخل ولولا تدخل نقابة الأمن الجمهوري لصار ما لا يقعد عقبه حمزة بن عويش ساهر محرز الزواج مدير العام مصالح المشتركة حمزة بن عويش مدير عام مسارح المشرق حمزه بن عبد وساهر محرز السويد زين المسعود زين المسعود زين المسعود لطفي الصغير زين المسعودي شكون مهندس فلاحي مهندس فلاحي رئيس مكتب حركة النهضة في فترة الانتخابية في فترة الانتخابات رئيس مكتب حركة النهضة ببن عروس واليوم مدير رئيس إدارة فرعية للشؤون الجزائية بسجل لهواب بعد تقولون من الشيء لطفي الصغير مدير إدارة الحدود والأجانب مدير إدارة حدود ولجان لطفي الزرلي آمر فوج ناب لوحدة التدخل العقيد عماد التوزي مدير مدرسة المفتشين ببنزرت ذي تورط في قضية عام 2009 شبكة كاملة في وزارة الداخلية تقوم بإعطاء جوازات سفر مدلسة لأشخاص لهم سوابق عدلية مقابل مبالغ مالية تم تلفيق تهمة أو قبولها من طرف السائق الخاص متاع العقيدة ذي عبد الرؤوف الوردي السائق متاعه الذي عاد للعمل بعد الثورة واللي رفع به قضية لكن القضية هذه تتجمد والسيد هذا يقع ترقيته ويقع تسميته كمدير المدرسة مدرسة المفتشين ببنزرت. عبد الرؤوف شكون
يكون وهذا اسم عماد التوزي. عماد التوزي. الراد زهير الحاجي امر فوز سوسي كان يشهد ببن عروس لدي عديد من الملفات بالورشه المركزيه نتاع بن عروس. وليد بالسياسه ما خاطر قاعدين ذكر عندك يحبون يزبوني في الوقت. وليد وليد معلوماتك مهمه. هي اللي زين في السياسه هذه عندها ليست ما زلت ليش نعطيوها لك؟ عملنا عليك تو هي فوالا كيكا. رياض العمال قام بكسر فم السيد عبد الكريم الهاروني وزير اليوم عبد الكريم الهاروني وزير النقد في سجل الهواء 4/2001 مدينا ملفات فساد الى السيد نور الدين البحيري فقام بإيداعي للسجن بتهمة نسبة امور غير حقيقية لمواطن السيد هذا تجاوزات مالية بعد الثورة سارق بامتياز هذا سارق بامتياز يتم إيقافه بعد تقديم ملفات لمجموعة 25 محامي ونشكرهم سريال العماري وقفوه 9 أشهر لكن بعد 9 أشهر يرجعوه للعمل وبعد 9 أشهر يتم ترقيته وتوسيمه من طرف السيد رئيس الجمهورية الحقوقي السيد الدكتور محمد المنصف المرزوقي. ليه بالحق معناها الوضع كارثي. الوضع كارثي ونقول للعباد هذيا أنا أتهم السياسيين بخيانة دماء الشهداء.